في نتيجة منيحة. طيب بس انتم مقصرين، ليش ما بلشتوا؟ ممكن سؤال سيدي؟ تفضل. لا الكل مقصرين ولا في استثناء؟ والله يا مقدم رؤوف، إلقاء القبض على واحد من المطلوبين من أصل 100 بيعني إنه الكل مقصرين. إيه بس مطلوب عن مطلوب بتفرق. كله نفس الشيء. أنا ما بيهمني إلا التحرك السريع، لأنه التباطؤ بيعرضنا لكلام أنا ماني حابب أسمعه ولاني حابب سمعكم إياه. سيدي، وأنا كمان عندي سؤال، والسؤال حق للكل ما هيك؟ تفضل. سيدي أنا أخطر إنه يضيع الوقت ونتهم بالتقاعس، ولا نكذب ونزور ونقبض مصاري؟ شو هالحكي هذا يا فايز؟ مجرد سؤال. بس سؤالك ما إله جواب. بعد إذنك سيدي، في أحد عناصرنا عم يستنى على الباب برا وعنده حكي، وأنا حابب هذا الحكي ينحكي قدام الكل. بخصوص شو؟ بس ليفوت بنسمع، وكون على ثقة تمام، مو أنا اللي بضيع لكم وقتكم إذا ما كان الموضوع خطير. خليفه. فوت يا رشيد. كيف عم سيدي؟ أهلين يا أبني، استرح. شو الموضوع؟ سيدي بخصوص عادل فرج أبو نبال، هذا اللي ماسكينه وحاطينه تحت بالسجن سيدي. شبو؟ هذا مو أبو نبال سيدي، هذا واحد تاني. شو؟ إيه والله يا سيدي، أنا كنت من 3 سنين واحد من الدورية اللي حاصرته بعين كرش، وفتح الحزام اللي لابسه على خصره وهدد إنه يفجر المبنى، وجتنا التعليمات وقتها إنه نتركه مشان ما تصير إصابات. لك أنت شو عم تخرب؟ سيدي أنا بعرفه منيح، أنا كنت مكلف إني راقبه لما كان يسهر بالمرابع الليلية، مستعد طلع لك إياهم بين 1000 واحد سيدي. لك أنت أكيد مجنون. ليش سيدي؟ ولك شو طالعه ما طالعه؟ هذا اللي عنا هون شيخ البطيخ. لا سيدي أنا متأكد. سيدي أنا شفت هويته، أنا اللي ألقيت القبض عليه. سيدي أنا بعتذر إذا ضايقتك، بس بجوز تكون هويته مزورة سيدي، لأنه هذا بعيد سفر سنة عن أبو نبال. رؤوف لو سمحت اهدى، خليني أعرف شو القصة. لك شو اهدى سيدي؟ أكيد هذا عم يخرف. سيدي إذا كان هذا الحكي صحيح فمعناته أكيد نحن تعرضنا لخديعة كبيرة. خديعة شو؟ إذا بتريد سيادة المقدم، أنا عم بحكي مع سيادة رئيس الفرع. خلاص بقى أنت وياه. ابعت لي هذا الموقوف اللي اسمه عادل فرج. احترامي سيدي. قديش دفعنا فايز لحتى تبيعني ولك؟ نعم سيدي. ما بدي أعيد السؤال 50 مرة. قديش دفعلك فايز لحتى تزخرني الضبط بعد الفرع؟ سيدي أنت شو عم تحكي؟ لك لو بعرفك هيك دفعت لك أكثر من فايز. بس إن شاء الله تكون تسيرتك محر زي رخيص. سيدي بترجاك تفهمني ليش عم تهيني؟ عم بهينك؟ ليش أنت عندك كرامة لحتى تحسب لي أنا؟ طيب بس فهمني شو الموضوع لأعرف رد. لك ضحكت علي كل الضباط، طلعت لي مسخرة. مسخرة شو سيدي؟ اللي مسكناه مو شيخ البطيخ، طلع واحد من تحل اسمه. هي منهم منهم هدول الحركات على صوت. أنت متفاجئ إنه نشف الدم بعروقك؟ يا سيدي أقسم بالله إلا بعرف منك، ما بعرف شو اللي صاير. هذا اللي صاير. سيدي أنا أجتني إخبارية من مندوبنا اللي بالمطعم، خبرني إنه شيخ الوادي هنيك. أنا مشان ما ضيع وقت اتصلت وخبرتك. أنت مصر إنك تطلع بريء؟ بحلف لك على المصحف يا سيدي إنه أنا بريء. خلاص 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 حاجة مسخرة. أقسم بالله ما عندي خبر بالقصة، وأنا متفاجئ مثلي مثلك. بعدين سيادتك مو أول مرة بتعطيني سر، ومو أول مرة بعمل شغلة بتخصك. سيدي أنا بحياتي ما كنت خاين، وأنت بتعرفني من 10 سنين. لك شو اللي صار؟ سيدي بس أعطيني نص ساعة بس لأفهم لك شو الموضوع وخبرك. حاضر سيدي، بس سيدي بترجاك إنه بدي يكون موجود معك وأنت عم تستجوب، لأنه صار إلي طار عنده مثلك، لأنه سمعني كلام ما كنت بتخيل إني أسمعه بحياتي من حضرتك. لا كيف مرقت علي؟ لا طالع خلاقي ولك، وين هويتك؟ هويتي معك. هاي هوية عادل فرج. مظبوط، وأنا عادل فرج، قلت كل اللي عندي. ديك وحياة مين جمعنا بالمطعم من غير ميعاد لخليك تحكي اللي عندك وعند كل الناس. خدوه رجع لي عم بيزحف. يلا نلع. حاضر سيدي امشي ولعب.
لينك فك له ايدي. بس يا سيدي مثل ما عم بقول لك فكه. روح شوف شغلك، اذا بدي اياك بنادي لك. تأمر سيدي. شوف أنا من خلال خبرتي من الناس صرت أعرف الموقوف قديش ممكن يصمد عنا من شكل وشه. أنا بشهد أنك رجال وبعرف متأكد أنك راح تطول لتحكي. أنا ما عندي وقت لهيك، ما راح أستخدم معك أي أسلوب بيزعجك. بدي اياك تكون رايق لانك رجال، والرجال لازم يتعامل برجوله. كتر خيرك يا طيب. لا ولو احنا لسه ما بنا بالواجه. حابب اقول لك شغله، هي رجال ماني رجال، حريمي ما حريمي، كيف ما بدك احسبها. انا اسمي عادل فرج ابو نيبال. انا هذا الحكي كان قبل شوي، هلا بعد ما نتغدى ونشرب شاي راح يكون الحكي غير هذا الحكي. انا واثق. يا ابني بعت لنا عسكري يخلي يجيب لنا غدا. شو بتحب تتغدى ابو نبال؟ اي شيء. لا بدي المزاج تبع معدتك. ما بتفرق. جيب لحمه مشاوي بصير. طيب خلي يجيب لنا شوية شقف وكباب ونحبشات، خلي يدللنا يروح لعند أبو دياب. أبو دياب يعمل لحمة مرتبة كثير طيبة كثير، أنا رح تعجبك. يلا يا ابني يلا تشرب شاي. نشرب. عجبني أجوبة الرجال. تفضل. عشت يا طيب. شوف أنا بفهم كثير منيح أن الواحد يكون جريء ويدخل على فرق أمن بهوية مزورة، وفوق كل هاد لواحد مطلوب، هذا بيعني انه هو ما بيخاف. لهيك مجنون اي واحد بفكر يخوفك. ما شبك شي يا سيادة المقدم، الظاهر انكم عم تتحسنوا. مقبولة منك. المهم يمكن تكون عملت هذا الشي مشان تعمي واحد بهمك امره، أو يمكن يكون دفع مبلغ مناسب كتير كبير، يعني مصاري أو حماية أو تغطية لشي كبير، يعني بزنس. بس يا سيادة المقدم الموضوع. يا حبيبي يا حبيبي خليني كمل. الله يخليك أسمعك. البزنس لمعلومك لا بيعرف أمي ولا بيعرف أبي، يعني اللي بيتجوز أمي بقول له عمي. مظبوط يا سيد. محسوبك عادل فرج أبو نبال. أبو نبال قلت لي. طيب رح أجيك من الآخر. أنا بورطة وبيدك ساعدني وبوعدك بشرفي رح حلل لك أمورك كلها خلال أسبوع ولا كأنك جيت على الفرع. بشرفي، هذا أولا. ثانياً رح أدفع لك ضعف اللي دفع لك هون أبو نبال. ثالثاً رح تكون بحمايتي، يعني أي شيء بدك إياه بالبلد اعتبره صار. بعرف يعني اللي بيكون قريب من ضباط الأمن بتكون أمه داعيت له. بس دائماً رفاتي الله يذكرهم بالخير كانوا يقولوا لي يا عادل يا أبو نبال
بعد عن الشر وغني له. لاحظ انك صرت متجاوز حدودك اكثر من مره. معي جواز سفر، لا تخاف. اوقف لك. بعرف انك مجرب الدولاب والشبح والكهرباء، بس بحب طمنك اللي مانك مجربه هو رؤوف، وبقول لك لاخر مره رح ادفع لك اكثر من صاحبك، رح اقربك مني. شو قلت؟ قلت لا اله الا الله. ناصر! حاضر سيدي. خذ هالكلب حطه بمكتبك ولا تنزله على زنزانة، وبالليل راح اترك كل شيء وتفضله. امرك سيدي. امشي معي. يلا يا شباب بسرعة نزلوا لي هالحمل على السريع بقى، لك هاي مية زمزم، لك لا بقين ولا فيجة، يعني ما بيصير تطول بالشمس. يلا يلا على عيني حبيب القلب. ها وهي آخر بدونين. ها لك الله يقويك. عندك عندك عمي حسني. أمرنا. شو حسابها؟ ما يؤمن عليك ظالم. 10,000 ورقة عمي. لك تكرم عيونك. أحلى 10,000 لعمي حسني. تفضل. الله يسلم الديات. معوضين. لك إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة، بس لا تتأخر لي بالحمل الجاي. لك على عيني وراسي. مهوني. السلام عليكم. ميسرة. هات شوف. انت هي اجت لك شرش. شو الفرقة بس؟ قديه بدك يعني؟ كل اللي عملته جبت لك كم بدون مي من سبيل الحارة اللي أفهم. قديه بدك يعني؟ 100,000؟ يعني 200 ورقة الواحد هيك مثلا مشان يتشجع المرة الثانية يعني يشتغل. طيب فوت هي 50 ما بتضيع. يلا 50. يلا معوضين. الله معك. شو جاري؟ شو هي الماي؟ اتقي الله يا رجل، مو مبين معك شو هي؟ كأنه زمزم؟ ايه زمزم. قديش القنينة؟ استغفر ربك يا رجل، هي مو للبيع، هي للخدامة وللناس الطيبين وبس. شو يعني عم توزع ببلاش؟ ايه سيدي، لله بالله، وما بدنا شيء غير رحمته وعطفه تحل علينا. ايه بس شفتك دفعت مصاري. ايه معلوم لك اخي بدي ادفع مصاري، ليش في شيء ببلاش هالايام؟ بس شلون بدي توفي معك؟ اخي الكريم، أنا ما باخد حق المي، أنا باخد حق حمولتهم من السعودية له، وشوفت عينك هلا دفعنا له للزلمة 10,000 ليرة أجرة 10 بيدونات، ونحن منعبيهم بأناني ومنوزعهم للعالم، واللي بده يجيب بواعة معليش بعبي له بواعة. قديش بتوقف القنينة على الحسبه؟ 300 ليرة، بس وينك؟ هي زمزم، يعني لا سفر ولا تعتير، واصلة على بيتك. والله منيحة هالفكرة، وكله بثوابه. شفت شلون؟ شفت شلون قلت لحالك؟ نحن ما بدنا غير الثواب عمي. لكن معيتك ناولنا أنيني لنسي الحجة المريضة بالبيت. لك تكرم عيونا. أبو اليمان. مر معلم. عبي له أنينة مي، إن شاء الله هيك ربي بيعافي له أمه، وأنت بيرزقك الرضا والسكينة يا حق. هي على راسي معلم. لك على راسي. أخي أنت قول لجيرانك أبو مقداد تبع الكشة عم يوزع ميات زمزم، بس ليك بتمسكها للأنينة باليمين مو بالشمال، باليمين مشان ما تروح البركة، وبتسمي 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تخشى شيء بإذن الله. سيدي أنا ما عم بفهم، كيف بترضى يحقق معه؟ هذا واحد مجنون. ليك فايز، لا تخلي كرهك لرؤوف يفقدك توازنك وهدوءك. نحن حكينا بالموضوع وأنا فهمتك شو الترتيب. ما عاد بدي شوفك منفعل هيك. سيدي أنا ما عم بحكي من منطلق شخصي. رؤوف طلع من مشكلته ومفكر حاله منتصر، وعم يمارس علينا شروط المنتصر كلياتنا. تصرفاته اليومين الماضيين كلياتنا شفناها. بعدين بدك ما تواخذني، انا حاسس انه قابض مصاري منيح من ورا هي العمليه. انا بستبعد. وشو اللي بيمنعه؟ على القليل ليتحقق معه. انا رئيس الفرع يا فايز. حاضر سيدي. هيك سكتني. انا ما قلت لك هيك لحتى سكتك، انا قلت لك هيك لحتى تهدى. أنا ما عندي استعداد لحتى أعمل صراع بين ضباط الفرع، وماني جاهز لحتى أسمع هيك حكي بالوقت الراهن. سيدي الصراع موجود
وأنا خصمه لرؤوف، خصم طريقته. وأنا مثلك، بس الفرق بيني وبينك إنه أنا أكثر هدوءاً. سيدي ما بتصور إنه الهدوء رح يمنعه إنه يفزع مع الموقوف، ما رح يوقفوا عند حده. طيب أنا رح أقول لك شيء تاني حتى تكمل معك. خير سيدي. رؤوف ما نزل الموقوف على الزنزانة، يبدو مقرر يحقق معه بالليل. وسيادتكم موافقين على هالشي؟ طبعاً. رؤوف هو اللي جاب الموقوف وهو اللي أخطأ. أنا ما بيهمني الطريقة، أنا بيهمني النتيجة. بعدين أنت ليش معترض؟ لأنه رجع يمارس كل صلاحياته. إيه بأي حق بدنا نصادر له إياها؟ بحق إنه رجعته لهون. فايز، رؤوف رجع ضابط تحقيق. انسى الماضي، بدنا نتعامل معه على أساس زميلنا، وترك القادم هو اللي يحدد مصيره.